أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. اللهم صل على النبي، صل على الحبيب. ونفضل بعضها على بعض في الأكل في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك وإن تعجب فعجب قولهم أهذا كنا ترابا إنا لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ولكل قوم هاد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء إن عنده بما
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون
شيء إن إلا كباسط لا يستجيبون لهم بشيء إن إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء إن إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اللهم صل عليه ولا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم الفاتحة.